بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. زي ما حضراتكم سمعتوا من خلال السمكسار ومن خلال الشمس الحلوين في الصلوات، يظهر لنا ان النهارده يوم بنحتفل بيه بعيد من اهم اعيادنا، تذكار عيد من اهم اعيادنا، وهو عيد تذكار البشاره والميلاد والقيام. ولانه جاي الحد الخامس من الشهر القبطي شهر ابيب، فبالتالي الكنيسه لما بتقرا في الشهر الخامس بنقرا قرايات عامه، بنقرا قرايات اشباع الجموع. لكن عشان ما نعيدش قراءات كتير، ففي لما بيجي الشهر الخامس او اسف الاسبوع الخامس في الشهر وبيجي تذكار اللي هو يكون 29 قبطي ما عدا طوبه وابشير، فالكنيسه بتقرا لينا قراءات 29 برمهات اللي هو عيد البشاره. بصراحه القراءات النهارده في منتهى الاهميه بالنسبه للخلاص وخلاصنا. لكن بصراحه عايز اخش في موضوع روحي، لان اكيد احنا اتكلمنا كتير في الخلاص والعزه الانجليزي كانت عن الخلاص وازاي نتمتع بالخلاص. لكن انا عايز اقول من خلال الثلاث اعياد النهارده المهمين جدا في كنيستنا ومهمين جدا في خلاصنا، ازاي ربنا لو كل مجد احبنا وحب الخليقه. بصراحه هناك عطاء بلا محبة. يعني ايه؟ يعني ممكن الواحد يحب، ممكن الواحد يدي لكن ميبقاش جوا في محبة. زي مثلا في اشغالنا، ممكن الواحد هو يشتغل علشان يعيش، لكن هل انت بتحب شغلك ده؟ هتكون بتحبه عشان هو اكل عيشك، لكن مش بتحبه لدرجة انت تبذل. واحد بيبذل. ايضا مثلا في كيس ممكن واحد يخدم، لكن هل انت بتخدم من اجل المحبة ولا من اجل امور اخرى؟ لكن لا يوجد محبة حقيقية بلا عطاء. يعني لو واحد جه قال أنا بحب، طب عملت إيه عشان بتحب؟ اديت إيه؟ المحبة بلا عطاء هي رياء، ونقدر نقول هي هراء، ملهاش أي لازمة. علشان كده في هذا الجزء ما نستغربش إن يوحنا الحبيب يوضح لنا محبة الله لينا والإنسان البشري اللي وقع في الخطية، وقال كده بواحد من الله، يقول بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. يعني ربنا من محبته أعطى. أعطى إيه؟ أعطى ابنه الوحيد. وده طبعًا واضح النهارده من خلال بشارة الملاك للست العذراء. أيضًا برضه الآية المشهورة كلنا حافظينها، ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي. يعني واحد كتر حبه فوضع نفسه من اجل احبه. وعمل ايه هذا الانسان؟ انه سفك دم، انه قتل وصلب من اجله. ده مش كده وبس، ده ساب عرشه الاله كله عشان يتجسد. علشان كده النهارده عايزين نتكلم على محبه الله للانسان. واحنا مشكلتنا في هذا الجزء ان احنا بنعتبر واحد، احنا كل واحد فينا بيعتبر نفسه واحد من الجنس البشري. فالمسيح جه هو من اجل الجنس البشري. انا عايز النهارده نخرج من خلال هذا العيد ومن خلال الكلمه اللي ربنا هيبعتها، انك انت تخرج النهارده وتخلي تاملك النهارده وقبل صيام العذراء ان ربنا احبك انت، ربنا احبك انت، ربنا احبني انا. ربنا احب الله، اسف، الله احب الانسان حتى بذل نفسه. عشان كده اول حاجه في محبه الله عايزين نتكلم فيها المحبه البذله. في فرق ما بين برضه محبة ومحبة. في محبة باللسان، في محبة بالعمل بس ما بتوصلش للبذل، لكن في محبة بذلة، إن الواحد يبذل نفسه. هذا اللي علمه لنا الله مخلصنا، بذل نفسه، بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ حياة أبدية. هذه المحبة محبة أبدية فريدة، ما نشوفهاش إلا مرة واحدة حصلت. بنحاول نتعلم من الله، بنحاول نجاهد في هذه المحبة المزيدة. يمكن الحكاية دي وضحتها بشيء رمزي ويعني بسيط جدا في حكاية إبراهيم مع ابن إسحاق. لما الله يقول له خذ ابنك وحينك الذي تحبه إسحاق وذهب إلى جبل المراد كي تقدمه ذبيحة. كلام صعب جدا، مين اللي يقبل هذا الكلام؟ اللي خذ ابنك، ابنك، مين يقدر يمسك ابنه ويفديه او يقتله من اجل يعني اي حاجه، من اجل حتى الطاعه؟ مفيش ابدا الكلام ده، لا يعقل هذا الكلام. خذ ابنك،
بعدين ابنك ايه وحيدك اللي جايبه ايه على عطش. شوف ابراهيم قعدت ايه لخذ ابنك وحيدك وحيدك ولك الذي تحبه. يا رب انت يعني بتعمل فيا كده ليه؟ يعني بعد ما يرى الايه دي صعبه جدا. يعني انت يا رب بتذلني، انت اديتوني بعد فتره طويله جدا وبعدين ده ابني الوحيد وبعدين اللي انت بتحبه، يعني انت ما انا عارف ان انا بحبه، انت لازم تفكرني باللي انا احبه. اصحاب واذهب به قدموا ذبيحه. طبعا ده كان بيورينا قد ايه ابراهيم كان عنده الايمان. رقم اتنين بيورينا قد ايه قلب الله على ابن يسوع المسيح، انه ابن الوحيد بذل من اجل مين. انا مش عايز بقى يعني نشيل كلمه الجنس البشري ونخليها ايه انا. ربنا بذل ابن الوحيد من اجلك انت، من اجلك انت، من اجلي انا. عشان كده برضو القديس بولس راها برضو بطريقه برضو يمكن يعني تدينا المعنى الادق. يقول ايه؟ الله بين محبته لنا. شوف الحته اللي جايه دي، لانه ونحن بعد ايه؟ خطاه مات المسيح من اجلنا. يعني المسيح او اسف ربنا بذل ابن المسيح مش من اجل ناس كويسه. يعني الواحد يبذل نفسه من اجل ناس تستاهل. لكن العجيب والغريب والمدهش في الامر ان ربنا يبذل ابنه الوحيد من اجل مين؟ ناس ما تستاهلش، ناس خطاه واستير في الخطيه، ولكن يبذل نفسه. وكل يوم في القداس بناخد نفس المعنى، هذا المعنى غريب جدا، ان كل يوم في القداس نفتكر نتذكر ليكون هي الذبيحه دي ذبيحه حقيقيه. بس ايه فكرتها؟ ذبيحه حقيقيه ناخدها جسد ودم حقيقي يسوع المسيح، دي وضعها في الانجليزي. لكن كمان هي للذكرى. ايه الذكرى؟ مش الذكرى اللي ده جسد ذكرى، لا، ذكرى ان احنا نفتكر الالام والصعاب اللي كانت على الله وعلى المسيح ابنه من اجل ايه؟ من اجل خلاصنا. خلاص مين؟ ناس تستاهل للاسف الشديد. للاسف. تعالى كده امسك نفسك كده واتكلم على نفسك من اول ادم لحد هذه الساعه. ناس كتيره تقول ادم واحنا ذنبنا ايه؟ طب خلاص يا سيدي انت بقيت كويسه وحلو وربنا جه وفداك، طب انت بتعمل ايه كل يوم؟ ما انت كل يوم بتقع في الخطيه. ومع ذلك كل يوم ربنا يديك فرصه. ومع ذلك كل يوم بيبقى فيه قداس، ومع ذلك كل يوم بيبقى فيه ايه؟ في ذبيحه. هذه المحبه اللي بنسميها محبه بادله، من اجل ايه؟ من اجل الخطاه، مش من اجل ناس تستاهل، من اجل الخطاه. علشان كده المحبه دي سميناها محبه ايه؟ بلا حدود. لما يجي واحد يقول ايه مقدار المحبه دي اللي المسيح ادها لنا؟ تعالى كده حدها كده من فين لفين؟ لا، دي محبه بلا حدود. محبه بلا حدود. محبه او عطاء بلا ايه؟ بلا مقابل. ايه اللي ربنا عايزه منك؟ فرحه. اقعد كده يا رب انت عايز مني ايه؟ فرحه. حتى وصايا ربنا مش بالعافيه. انا بديك وصايا ربنا دي فرض. ممكن تكون في الاول مفروض. ممكن تكون تاخدها كده. لكن في النهايه هي محبه. ده عشانك انت على فكره. المسيح لما حطه زي ما انت بتحط رولز لابنك. زي ما احنا بنحط رولز في الكنيسه. دكتور ابونا هو انت عايز يعني تخنق الناس؟ انت عايز تخنق ابنك؟ انت حاطط له رولز معينه ليه؟ عشان يطلع حلو. عشان يطلع كويس. عشان ما يتوهش على الطريق. هي دي الفكره. لكن مش فكره ربنا عايز يعذبك من اجل الرولز دي. ولا تعالى الكنيسه ولا تصلي. مفيش مسيحيه كده ابدا. لكن هو عطاء بلا مقابل. ادى بدون ما مستني انك انت تديله حاجه. حب حد الموت. مين حب يا رب حد الموت؟ مين غيرك انت؟ هات لي كده واحد في التاريخ البشري. هات لي واحد كده مات من اجل انسان ممكن في بعض ممكن. يا ابونا انا اعرف قصه واحد بذل نفسه من اجل ابنه، كان ابنه هيموت وحط نفسه قدام الاوتوبيس ولا قدام العربيه. من اجل ابنه. لكن من اجل حد تاني تيجي تقول يا ابونا ممكن تموت نفسك. مش عايز اقول انا ممكن، انا مش قادر اعملها. من اجل حد في الكنيسه الا الموت يا اخواتي. الا دي. لكن ربنا بذل نفسه من اجلنا ونحن بعد ايه؟ ونحن بعد خطاه. يبقى رقم واحد هذه المحبه محبه ايه؟ بادله. رقم اثنين احب الله الانسان محبه الاب لابنه. يعني ربنا يسوع المسيح كل ما بحط ابنه لقلوب الابن المتجسد في حبه له مساوي للجنس البشري. مساوي ليك وليكي ولي. ايه يا رب التواضع ده؟ خليته لما واحد يحط ابنه من اجلك انت ومن اجلك انت ومن اجل كل العالم.
يعني حطيتني يا رب مساوي، طبعا مجازا يعني، انك انت تهلك ابنك من اجلي انا، فانا سويت بيه. لو انا احببتك. الكلام بتاع النهارده يمكن هو كلام تامل، يمكن كلام احنا سمعناه 20 مره او مئات المرات، لكن عايزك تقعد النهارده كده وتركز فيه، تحس ربنا بعته ليك انت. عملت له ايه؟ عملت ايه لابن الله؟ عملت ايه لله اللي ساوى ابنه بك انت؟ هذا الباب، هذا الان على يمين الله ابيه، اللي عمل وعمل 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 وعمل، وفي الاخر تقول يا رب انت بتساويني بيه. يقول لك لو انت فيه همتعك بالتمتع اللي تمتع بيه. لو انت فيه، لو انت بتعمل اعماله، همتعك بالتمتع اللي همتعه بيه. طب انت متعته بايه؟ انا بعد الصعود جلس عن يمين ابي، ونحن هنكون في هذا المكان بعد المجيء التالي. من اجل ايه؟ ونحن بعض خطاه؟ يقول لك ونحن بعض خطاه. يقول لك ان لم تاخذوا روح العبوديه ايضا للخوف، بل اخذتم روح التبني. عفوا عبوديه، انا عبد وانت السيد، انا عبد على طول، سليم على طول. ازاي يا رب تخليني في لحظه قد اكمل كل البشريه اللي في المسيح يسوع وامر المسيح يسوع مش عبد؟ ودي بنشوفها كل يوم. يا أبانا الذي في السماوات. هات كده أي ديانة تنادي على الله الآب تقول له يا أبانا. إحنا يا إخواتي في نعمة. إحنا في نعمة. لازم نخلي بالنا منها ونحافظ عليها. ده يقول كمان إن ممكن الأم تنسى رضيعها. يستحال يستحال. لكن في بعض الحالات، في بعض الحالات. يقول لك حتى تنسى رضيعها مش ممكن. لكن في واحد لك حتى لو الام نسيت رضيعها انا ايه؟ انا مش ممكن انساك. طب يا رب ليه؟ انا لحد دلوقتي كل ما اجي اتكلم في هذا الموضوع ما الاقيش اي اجابه ليه. في حاجات كتيره نقول عليها ليه ونعرف السبب. اتمنى لكم حتى لما اي حد يسالنا اي سؤال او الخدام يجي حد يقول لك انت بتعمل كده يبقى عندك لازم عندك سبب عشان تقنع. لكن لما تيجي انت تسال ربنا ليه يا رب انت عملت في ابنك كده؟ ليه انت حطيتني في الحته دي وفي المستوى ده في مستوى البنوه ليه؟ انا اقدر ما لهاش اي اجابه. هات لي اجابه، هات لي اجابه، ما فيش اجابه غير حاجه واحده بس، ان الله الاب يحب كل البشر هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه. ليه ايها الابن تجسدت وتأنست وصلبت وقمت وعملوا فيك زي ما عملوا؟ يجي يقرا عملوا اليهود ايه في المسيح ده كل مجد وستيل بيعملوا وستيل احنا بنعمل ولاده. مش في الخطايا بس، لا حاجات كتير. وتقول لي ليه ربنا لحد النهارده ما اهلكناش؟ هي كلمه واحده بس، حب، محبه ابديه احببتك. ايضا من ضمن الحاجات يبقى رقم واحد بذل، رقم اثنين بنوه، رقم ثلاثه حبر الإنسان، حتى إنه وصف في الكتاب المقدس بعروس زي ما جت في أكتر من مرة من نشيد الأناشيد، زي ما جت أكتر عبارة في الكتاب المقدس، زي ما القديس بولس قالها لنا أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يعني القديس بولس قال إن أعظم أعظم ارتباط هو الارتباط الزوج والزوجة، ارتباط سري منذ العهد القديم. والعهد القديم كمان اداله ايه؟ اداله كمان حاجه اقيم، بقى سر. يقول لك ان المسيح حب الكنيسه كما ايه؟ كما احب الرجل المرأة. طبعا ده الموديل يعني. علشان كده يمكن القصه برضو دي بنشوفها في قصه رعوس وبوعز في الاصحاح الرابع من سفر رموز. بوعز لما عرف رعوس، وده كان رمز للاب اللي هياخد الكنيسه، فبعد ما عرفها وعرفت انها قريبته واحبها، عايز يكون منها نسلا، لان في العهد القديم كان في كده قاعده مش عايز اخش فيها عشان الوقت، لكن كان عايز يقول لنا في العهد القديم ان لما الراجل يموت اقرب ولي لهذه الزوجه ياخدها لنفسه عشان يجيب منها نسل. ده قانون شريعه كده. فبوعز احب رعوس، ولكن من اجل الشريعه
فبدأ يدور على أول ولي ليها عشان ياخدها زوجة. فوصل لأول ولي اللي هو أول قريب، فبدأ يتكلم معاه ولكنه إيه؟ رفض. فأخذها مين؟ بوعز. أخذها عريس. هي في نفس الفكرة. العريس هو بوعز المسيح، والعروس هي الكنيسة، هي رعوس. هذه الكنيسة أصبحت روح وجسد وعقل من بوعز. لو في العهد القديم كان رمز اللي هو مين؟ المسيح في العهد الجديد. المسيح لا كل من دون الله لم يجد من يصون هذه الجوهرة إلا مين؟ إلا الولي الأساسي هو مين؟ هو المسيح لا كل من. قصص بتدينا حكايات درامية أو حكايات تاريخية، لكنها رموز معينة تفيدنا إزاي نفهم بطريقة مادية فكرة الله. فكرة الله عايز إيه؟ عايز كنيسته. أنا قصد أقول الجزء ده بالذات لإلا تقلقوا على الكنيسة. لا تقلقوا، قال إن أنا من إيه؟ أوعى في يوم من الأيام تفتكر إن في مشكلة، في مشكلة ممكن يكون في مشكلة. لكن المشكلة دي مشكلة إنسانية ما بيننا وبين الله. لكن المشكلة نطق. ليه؟ لأن مين هو اللي في قلب وعقل وماسك الكنيسه بايديه؟ المسيح كلها، الله الاب في محبه ابنه الذي بذل نفسه من اجل الكنيسه. والكنيسه يعني زي ما قلنا بالانجليزي الكنيسه مش مباني ولا على فكره صلوات. عمال الكنيسه ايه؟ انفس. كل اللي بنعمله في الصلوات، كل الجوائز الحلوه اللي احنا ممكن نجمع في العشاء بنقول تاني، كل الجوائز الحلوه الاكس اللي انت شفتوها يمكن على الهواء او جيتوا النهارده وشفتوها وانا بفرح بالاولاد و كل ده من اجل ايه؟ لان كل نفس في اولادنا راحوا المهرجان واشتغلوا في المهرجان. فلما تيجي تقول لي بقى يا ابونا اس الناس دي مبسوطه قوي بالكنيسه ومبسوطه قوي بالكاهن ومبسوطه قوي بالكاهن اللي جنة ومبسوطه قوي بالبيلدينج ومبسوطه قوي بالولاد، ده كله حلو تاتش وود، لكن انت استفدت ايه؟ انت انت استفدت بالصلوات؟ انت استفدت بكل ده؟ بتجاهد ولا بتخلي غيرك يجاهد؟ علشان كده بعد ما قلنا الثلاث نقط دول كان في نقط ثانيه الاحتواء بس مش عايزين نخش عشان نكررها شويه. انت بقى عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ التدريب بتاع النهارده وقبل ما نصوم في ناس كان صامت من اول الاسبوع اول الشهر بركه والست العبرة تأخوينا وحلو الانجيل ده يجي في النهاردة قبل صوم العبرة. انت عملت ايه؟ ايه اللي قدمته؟ صدقوني يا اخواتي بنسمع الكلام ده لمدة العظام، ممكن داخل القداس ساعتين ثلاثة أربعة عشر أسبوع جاي أسبوع فات، يا ترى هنعمل ايه؟ هناخد الكلام ده في قلوبنا على الأقل هنجاهد. لو انت يعني معلش احنا بننسى معلش احنا بننسى كلنا بشر كلنا خطاة، لكن بتجاهد بتاخد كل الامور اللي شفتها من اجل خلاصك. شفنا حاجات معينه الكنيسه قالتها، امور معينه حصلت، استفدنا ايه منها؟ وعينا الدرس ولا الدرس ده لغيرنا مش ليا؟ صدقوني كل حاجه المفروض الواحد يسمعها يحطها على نفسه حتى لو ما كانت يمكن ما لهاش حاجه في حياتك. حاول تطبق كل الكلام على نفسك. ما تقولش اس هم اس في غلط اس الكنيسه اس الخدام، قول انا. عشان كده النهارده الخلاص هو ليك انت، الفداء هو ليك انت، التوبه هي ليك انت، الجسد والدم اللي على المذبح هو ليك انت، كل حاجه ليك انت، الجهاد انت اللي هتتحاسب عليه وهتتحاسب على اولادك في البيت، بعد كده تتحاسب على الوزن ربنا اديها لك في الخدمه، لكن اول وزنه تتحاسب عليها هي انت. عشان كده لما نحط الايه المشهوره انت بلا عذر يا الانسان، انت بلا عذر يا الانسان، انا فديتك بذلت نفسي من اجلك حطيتك ابني ليا بالتبني حطيتك نفس وروح فيا جوايا عروس. انت عملت ايه؟ استفدت ايه؟ عشان كده النهارده ناخد انت استفدت ايه بالتجسد؟ استفدت ايه بالبشر؟ انت استفدت ايه؟
جابنا بلاد ما فيهاش اضطهاد. جابنا بلاد ما فيهاش اضطهاد. فيها بقى حاجات تانية صعبة، معلش ولادنا ان شاء الله ربنا يحفظهم من الشرك. لكن انت عملت ايه؟ جهدت ازاي؟ مش عايز اقول ان احنا ابسط الامور ما بنعملهاش. بنيجي على الضعيف. بنيجي على الغلبان. المسيح قال كده. ده المسيح مات وانت بعده خاطئ. وانت خاطئ. مش عارف تقبل الخاطئ. وانت خاطئ. بس عامل نفسك قوي. مش عايز اقول ابو علي يعني. وعامل نفسك شديد قوي. تهد في الناس. من اجل ايه؟ من اجل ايه؟ من اجل ضعفهم. ما انتش خايف. ما انتش خايف؟ لا. هذه الامور يا اخواتي لازم ان احنا نراجع انفسنا فيها ونحافظ على انفسنا فيها. ربنا يبارك في كريستو وربنا يبارك في اعياده عشان تكون سبب ثمر ان احنا نطلع بثمر. الاعياد في الكنيسه والتذكار الاعياد في الكنيسه مش معمول عشان مجرد الحان تتقال ولا مجرد اوعيد. عيد بيتكرر كل شهر من اجل ايه؟ من احنا نفهم. مش نفهم اللي هو والطقس، لا 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 لا، نفهم ده عمل فينا ايه وصلنا لايه بيه. الله قادر يرعى شعبه وكنيسته كل مكان.